ولتعميق الفهم أكثر ننجز أنشطة الفهم. أصل الكلمة بالشرح المناسب: تحظى، تفرك، تحك، تنال. تحظى أصلها مع تنال، تفرك، تحك. ما الذكرى العزيزة التي تذكرتها الكاتبة؟ الكاتبة تذكرت ذكرى المولد النبوي الشريف. ماذا كانت تعمل الأم لابنتها صباح العيد؟ كانت الأم تزيل الحناء المتيبس على كفي الصغيرة وتدهنهما بزيت الزيتون. كيف عبرت الأم عن فرحتها بحناء ابنتها؟ نعم، قبلت يدي ابنتها قائلة: ما أجمل الحناء على كفيك يا صغيرتي. نمر لنشاط أفكر: هل حضرت احتفالا بذكرى المولد النبوي؟ اذكري بعض ما عشته. كل تلميذ سيجيب حسب إنشائه. سؤال ثاني: لماذا نحتفل بذكرى المولد النبوي؟ نحتفل بذكرى المولد النبوي إحياء لذكراه والتعبير عن حبنا لأشرف الخلق وأطهر وأصدق الناس. أنجز: أضع علامة في الخانة المناسبة. هذه أسماء الإشارة: ذكرى، أبي، حناء، كف. إذن هذا اسم إشارة للمذكر وهذه اسم إشارة للمؤنث. إذن ذكرى اسم مؤنث، أقول هذه ذكرى، أضع العلامة هنا. أبي اسم مذكر، هذا أبي. حناء، هذه حناء، اسم مؤنث. كف اسم مذكر، هذا كف. بهذا نكون قد أنهينا نص ذكرى عزيزة. دمتم في رعاية الله وإلى درس مقبل إن شاء الله.